السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع حلويات أم محمد جبت لكم وصفة الميرانغ الفرنسي. هي وصفة ما فيهاش مقادير بزاف، ولكن فيها مراحل يليق نتبعوهم باش ننجحوا في الوصفة. ودوك نوريكم المراحل، وتبعوا الفيديو للأخير باش تشوفوا الأسرار وكل المراحل باش تنجحوا فيها كيما نجحت أنا. هذه يعني وجدتها من قبل، درت على شكل جاردان، على شكل حديقه، زينتها هنايا. شوفوا درت هاد على شكل قوس قزح، زهور. نوريكم اشكال جميله. واول حاجه نروحوا لها، في العاده نقول لكم كل وحده والفرن تاعها، ولكن في الميرينغ لا، هو احنا متقيدين بدرجه حراره باش نطيبوا بها، يليق تكون ادنى درجه تكون في الفرن عندنا من 100 إلى 80. ودوك نوريكم في الفرن تاعي كيفاش انا نطيبه. انا هنا مثلا في الفرن تاعي عندي تيرموستا، ادنى درجة هي رقم 1، ما يعادل 150 درجة، بصح حنا نحتاجو 100 درجة ولا 80 درجة. انا قعدت هنا ندور في هاد التيرموستا، في هاد الزر بالاتجاه المعاكس، حتى قربت نوصل تقريبا قولوا للصفر. كي نشوف النار تاعي تنقصت نحبس. واللي عندها الفرن تاعها مهما نقصت له النار وتقعد سخونه بزاف، معناتها 100 درجه وتكون سخونه، تفتح شويه باب الفرن هكا وتخليها مفتوحه بواسطه مغرف خشبيه بهذا الشكل. وهنا نوريكم كيفاش يكون درجة الحرارة. هنا كي ندخلوا يدينا نحسوا بهوا يكون دافئ نوعا ما، يكون ما يكونش سخون بزاف. ونطيبوا الميرينغ تاعنا في الرف العلوي، ما نديروش في الرف اللي من تحت. هنا بعد ما ضبطت الفرن تاعي على ادنى درجة، الان دروك نسخنوا في كاسرونة الماء حتى يوصل درجة الغليان. نطلعوا البيض تاعنا على حمام مائي، الكاسرونه يكون الماء يغلي فيها خارج النار. وهنا قبل ما نبدو نخلطوا في الميرينغ، نوجدوا مسبقا صوالحنا، نوجدوا لي بوشادوي، نوجدوا كاع الصوالح اللي نحتاجوهم، ماشي حتى نطلعوا من بعد نقعدوا نوجدوا. واول حاجه تاني نديروها يكون هذا الصحن اللي نخلطوا فيه بياض البيض يكون ناشف تماما، ما يكون لا مندي وما فيش حتى قطره تاع الماء، حتى الفوي تاع الخلاط تاعنا يكون ناشف، وليكون البيض يكون بدرجه حراره الغرفه ما يكونش بارد من الثلاجه. والسكر ما نستعملوش السكر البودره، هذاك ناعم جدا، الوصفه ما تنجح لكمش 100% على خاطر يدوب بسرعه ويولي لنا الميرينغ سائل، قوام تاع سائل. نستعملوا السكر العادي اللي نديروه في القهوه ونغربلوه. انا عندي السكر العادي حبيبه تاع خشان، من الاحسن نغربلوه ونستعملوا غير هذاك اللي ينزل لنا من الغربال. والمقادير هما عندنا قاعده للميرينغ، عندنا مقدار بياض البيض، مقدارين تاع السكر. انا هنا عندي 150 غرام بياض البيض، قلت لكم درجه حراره الغرفه، وعندي 300 غرام سكر عادي اللي غربلته. ويكون السكر هذاك وين فتحنا العلبه تاعنا، ما يكونش عندنا قديم في المطبخ ومندي، يليق يكون هو تاني ناشف. والبيض تاني نصيحه، كي نغسلوه ما نجيبوش هو يكتر ونعزل البياض عن الصفار حتى البيض نشفوه. قلت لكم هذا الميرينغ مقلش روحه، يعني مدلع، الا غلطنا اي غلطه صغيره ما ينجحناش. نبداو بسم الله. هنا في كاسرونه عندي ماء يغلي، مباشره نحط بياض البيض، 150 غرام بياض البيض مع 300 غرام سكر، سكر عادي اللي نشربوا به القهوه وغلبناه. هني عندها سكر
يكون حبيباته شويه رقاق، معليش ديره بلا ما تغرب له. وهنا عندي 2 كيس شيك فاني، سكر فانيلا باش يقلع لنا الدوقة تاع بياض البيض والدوق تاع الملونات اللي غادي نديروهم. وما ننساوش رشة الملح، ضروري رشة الملح. هنا قلت لكم رشة الملح ضروري، هي اللي تساعد بياض البيض باش يطلع. واول حاجة تانين هنا كي نجيو نطلعو نشغلو الخلاط تاعنا بسرعة خفيفة، ما تكونش سرعة قوية في الاول، يعني ندوبو شوية السكر يدوب لنا. وهاد الطريقة اللي نمدها لكم تاع نضربو البياض مباشرة مع السكر، هذه انجح من هذيك الوصفة اللي نطلعو البياض اولا ومن بعد نقعدو نضيفو في السكر تدريجيا. هذيك ناجحة بصح لي بروفيسيونيل لي يعرفو لها، كاين كتير يطلع البيض من بعد يبدا يزيد في السكر ما يعرفش بياض البيض ينزل له، ولكن هذه ناجحة 100%. غي تبعوا الفيديو للأخير باش تنجحوا فيها، راني متأكدة هاد الطريقة تنجح لكم. ودوك نقعد نزيد في السرعة بشوية تدريجيا، وهنا نقعد نخلط حتى يطلع لي البياض. هنا بعد ما فاتت واحد 12 دقيقة وانا نطلع في البيض على حمام مائي، كي تشوفوه الخليط بدا يتقالكم في الفويل تما نحبسو ونديرو هاد التجربة. كي يعطينا منقار العصفور معناتها صايره واجد الخليط، شوفوا راه تقيل، ها هو منقار العصفور، حتى هنا عطاني منقار العصفور. ودرك هذه ثاني حاجه مهمه ديروها هنا، هاد الفوي ما نخبطوش هكا في الصحن لانه خاطرش البياض البيض ينزل لنا غير هنا بيدينا، ونخبطوها هكا شويه غير بشويه. الا قعدت لنا كميه هنا معليش نعطوها لولادنا الصغار يحسوها. انا غادي نعطي وحده لريهام وحده لدعاء هكا، وهنا نعمرو في لي بوشادوي تاعنا. دوك غادي نعمر هاد الكيس تاعي باش نشكلو قوس قزح. هنا نديرو الوان الجال باش لصقنا في الكيس، هي من الاحسن نلونو الميرينغ بالالوان البودرة. وهنا تاني باش ما قلت لكمش هنا باش تعرفوه باللي صايره قوام تاعه وصل اللي انا باغينه، نقلبو هكا الصحن ما يطيح لنا والو مهما هكا بوجيناه وما ينزل لنا والو. بهاد العيدان تاع الشواء نستعملوهم باش نديرو خطوط هنا في الكيس ونشكلو خطوط بهذا الشكل هكا، نديرو الازرق، نديرو الوان تاع قوس قزح هكا حتى نكمل كاع الكيس تاعي. هنا شوفوا كيفاش عمرتها، درت الخطوط ودوك نعمرها بالميرينغ. وهنا بغيت نوريكم كيفاش نلونوا الميرينغ بالبودره، الوان البودره، قلت لكم ما تستعملوش الجل. هنا نجيبوا الوان اللون اللي نبغوه وما نخلطوش هكا بسرعه، غير بشويه من تحت للفوق باش ما ننزلوش البياض تاعنا هكا غير بشويه. وهنا دوك تاني نعمر هاد الكيس بهاد لادوي باش نشكلو ميرينغ كلاسيكي اللي نعرفوه. وعندي تاني هاد لادوي انا عندي اللي ما عندهاش معليش، انا بغيت نشكل بها ميرينغ. ودوك نعمرهم في الاكياس ونولي لكم. وهنا غادي نبدا بهاد الورده، هنا كي نعمروا الميرينغ تاعنا نحاولوا نخرجوا ندوروا هكا الكيس باش الهواء يخرج من الكيس. هنا نحاول نشكل هاد الورده،
بهذا الشكل كيما هكا. نزيد وحده ونعمروهم بهذا الوردي اللي درناه بهذا العدوي، نعمروهم في الوسط يجي الشكل تاعهم شباب بهذا الشكل. وهنا نشكلو قوس قزح بهذا العيدان تاع الشواء، يعني هادو غير عيدان تاع الشواء، وقسمتهم على اثنين. خرجوا الهواء منهم ونشكلوا نشكلوا قوس بهذا الشكل. ندخلوا العود مليح، نزيدوا واحد اخر بهذا الشكل. نديروا تاني دي غوزاس، نديرو على شكل إكلير يجي المنظر تاعهم جميل. نديرو الميرين الكلاسيكية، نخرجو الهواء هكا نشكلو. يعني دوك نكمل الكمية اللي راهي عندي وندخلها للفرن اللي قلت لكم راني ضابطه على الفرن تاعي على درجه قليله، ويقعد يطيب في الفرن ما بين ساعه الى ساعه ونص حتى 2 سوايع حتى 2 سوايع، وهو غير يطيب على حسب حجم الميرينغ اللي عندنا. وانتوما مره على مره فقدوه وشوفوه. انا وجدتهم هادو من قبل، كنت وريتهم لكم في الاول، ما استنيتش حتى فاتت 2 سوايع. ها هما الاشكال اللي درناهم. انا درت هاد الديكور هاد الشكل على شكل حديقه. انا درت هنا صينيه وغطيتها بقماش ابيض باش يبانوا الالوان، وزينتها بهاد الحبيبات تاع الحلوى نوجدوها لولادنا كي يجوا من الدراسه يفرحوا. ها هو قوس قزح اللي درناه، شوفوا الشكل تاعه كيفاش يجي. ودات هاد الحاشية يوالمو مناسبة الأطفال أعياد الميلاد. هنا ها هو هنا هادو داولي وقت ساعة ونص، وهاد الكبار كي من هادي كبيرة دات لي حتى 2 سوايع 2 سوايع وهي طيب، ويطيب على بياض اللون تاعه ما يليقش يتغير، يقعد أبيض مام هنايا يقعد أبيض. سمعوا يجي مقرمش ويجي حشيش من الداخل. وان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، راني متاكده اذا تبعتوا المراحل والقواعد اللي عطيتهم لكم تنجحوا فيهم. وقبل ما نكمل الفيديو بغيت نقول لكم استجمعت النصائح اللي باغي نقولهم لكم على عجاله باش كاع كي تجربوا هاد الميرينغ تنجحوا فيه. قبل ما نحضروا الميرينغ نشعلوا الفرن تاعنا ادنى درجه كما وريتكم، الصحن والفوي اللي نخلطوا فيه يكونوا ناشفين، بياض البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة ويكون ناشف ما فيش ولا قطرة تاع ما كي نغسلوه نشفوه ونعزلوه بياض البيض، وما تكونش فيه قطرة صفار. لو كان تكون فيه غير قطرة تاع صفار الوصفة ما تنجحش. نطلعوا بالخلاط الكهربائي بالسرعة الخفيفة، ومن بعد نزيدوا للسرعة تدريجيا فوق حمام مائي يكون يغلي، كاسرونه فيها ماء يغلي خارج النار، ونقعدو نطلعو. وكل وحده والخلاط تاعها سرعه الخلاط تختلف من خلاط الاخر. كي نتحصلوا على منقار العصفور نحبسو تماك التخلاط ونشكلو الميرينغ تاعنا وندخلوه في الفرن في الاعلى على درجه قليله كما قلت لكم. وهاي الورده ما وريتها لكمش، هاي الورده اللي شكلنا هذيك لادوي واني متاكده تنجحوا فيها ان شاء الله. وهاد الوصفه غادي نحضروا بها صابلي شباب للاطفال في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.